يقول إنني محافظ على قيام الليل منذ فترة، سؤالي هو هل الأفضل أن أختم صلاتي بركعتين شفع ثم الوتر أم أختمها بالوتر؟ نعم، الصلاة اللي صليتها في الليل كلها شفع، وتختمها بركعة يكون وتر، تختمها بركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليصلي ركعة توتر له ما صلى، وإذا خصصت شفع قبل الوتر فلا بأس، وإن اعتبرت ما صليته كل شفع فلا بأس.